السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم طريقة الملوخية الناشفة وازاي تطلع معاكي حلوة وطعمها جميل زيها زي الملوخية الخضراء بالظبط. طبعا انتوا عارفين ان احنا في الشتاء ومفيش ملوخية خضراء دلوقتي، فانا هوريكم طريقتي فيها بصراحة جميلة جدا وهتعجبكم. نركز كده مع بعض. انا معايا هنا حلة فيها معلقة زبدة على النار. كويس، هعمل ايه بقى؟ هحط التوم بتاعي على 3 مراحل، يعني كمية التوم اللي انت هتحطيها انا بحطها على 3 مراحل. اولا انا هحط دلوقتي حوالي فصين مثلا توم اهم في الاول، احمر التومه دي معايا اصفرها كده، التومه دي تحمر معايا كويس، وهبدا انزل عليها بطماطمايه مبشور. انزل عليها طماطم، واهم حاجه خلي بالك وانت بتحمري التوم ان التوم بتاعك ما يغمقش، لان لو التوم غمق ومره هيمرر الاكل، خلاص باظت الاكله منك على كده. فانا هنا التومه دي يا دوب تاخد معايا لون بس في اصفر، وهنزل عليها بطماطميه مبشوره. طبعا الملوخيه الناشفه احنا بنحط لها طماطم ليه؟ عشان تسكر الطعم او تحل الطعم بمعنى اصح، لان الملوخيه الخضراء مش زيها، ما تحتاجش الطماطم، بل بالعكس ممكن تغير طعمها. فانا دلوقتي التومه بتاعتي اهي تصفر بس خفيف، وهنزل عليها قدامكم دلوقتي بطماطميه مبشوره. هنزل بالطماطميه المبشوره واسيبها تتسبك شويه، وبعدين نكمل باقي الخطوات. هنا الطماطميه اهي معايا، انا بشراها يا جماعه، مش بشرى الطماطميه، مش عصراها، تفرق طبعا. الطماطميه دي تتسبك بس مع التومه، وهرجع معاكم تاني واوريكم شكلها بعد ما تتسبك وهنكمل ازاي. دلوقتي حبايب الطماطم زي ما انتم شايفينها كده يعتبر شبه اتسبكت، يعني انا مش عايزه الطماطم تبان خالص في الملوخيه، فهنا كده اتسبكت معايا خالص. هنزل عليها بالشوربه بتاعتي، انا معايا الشوربه اهي بتاعتي، هنزل عليها بيها. انا طبعا بعمل كميه الاكل على قدنا، انت تقدري بقى تعملي الكميه اللي انت عايزاها. الشوربه دي بتاعتي دي تغلي، وهبدا انزل عليها بالخطوه الثانيه اللي هي ايه؟ الملوخيه بتاعتي، بس دي تغلي وبعد كده هقول لكم المرحله الجايه هتكون ايه. دلوقتي يا حبايبي المرحله دي الشوربه بتاعتي بدات تغلي اهي معايا، ببدا انا احط لها في المرحله دي، انا بحط دايما للملوخيه نص معلقه سكر على حسب الكميه بتاعتي. يعني ما تقوليش السكر ازاي وملوخيه وسكر، والله بيبقى طعمها جميل جدا وطعمها حلو جدا، والحمد لله محدش بياكل الملوخيه بتاعتي لما بتعجبه جدا. السر في السكر ده، فحط السكر وعلى ضمانتي اهو السكر اهو، انا بحط نص معلقه في المرحله دي، وبحط كزبره ناشفه حبه اهم دلوقتي، وبحط توم ني برضو حاجه بسيطه كده فص مثلا. يبقى انا كده التوم حطيته على 3 مراحل، المرحله الاولى وانا بحمر قبل في البدايه خالص مع الطماطمايه، والمرحله الثانيه بحط معلقه توم ني، وفي الاخر هكون الطشه. دلوقتي الشوربه دي بدات تغلي معايا اهي، انا ببدا اعمل ايه دلوقتي؟ انزل عليها بالملوخيه بتاعتي. الملوخيه بتاعتي دي طبعا انا جايباها ومنضفاها ومكرماها. يعني ايه مكرماها؟ تكريم الملوخيه اهي، الملوخيه بتاعتي خضراء وجميله، انا من اي ملوخيه حلوه جدا. يعني تعرفي الملوخيه الحلوه ازاي؟ اللي هي تبقى لونها فاتح كده اخضر كده، ما تكونش لونها اسود. لونها اسود دي تعرفي ان الناس متجففه في الشمس، الخضرة دي يعني متجففه في الظل. الملوخيه دي بقى بجيبها وبكرمها، يعني التكريم ده ان انت بتشيلي منها القش وبتنضفيها كويس، لان انت ما تضمنيش اللي بره دي عاملاها ازاي. بنزل بقى بالملوخيه بتاعتي اهي، كميه الملوخيه بتاعتي على حسب بقى طبعا الشوربه، وابدا كده اهي. طبعا يا دوب هتاخد معايا غلوه وهطفي عليها عشان ما تسقطش. دلوقتي يا حبايبي انا عملت الملوخيه معاكم زي ما قلت لكم كده، ودخلنا على المرحله الثانيه اللي هي تحمير بقى الطشه بتاعتها اللي هي التومه. بحمر التومه دي معايا، اول ما تبدا تدخل على اللون الاصفر هبدا انزل عليها بمعلقه كزبره ناشفه كبيره اهي، بس تبدا تصفر معايا بس، وهنزل عليها بالمعلقه الكزبره الناشفه. طبعا ما تنزليش بالكزبره من الاول عشان الكزبره بتاعتك ما تمررش، فتنزلي بيها في الاخر. والملوخيه زي ما قلت لكم كده يا دوب هتاخد غلوه معايا، وهنزل عليها بالطشه بتاعتها وبس خلاص، وهتاكلي احلى ملوخيه. بس زي ما قلت لكم حطوا نص معلقه السكر وان شاء الله هتعجبكم جدا. هي التومه معايا بس تاخد لون،
طبعا مهديه النار يعني عشان التومه بتاعتك ما تتحرقش، لازم نفضل نقلب يعني. دلوقتي التومه بتاعتي بدات تصفر معايا، هنزل عليها بمعلقه الكزبره الناشفه، يا دوب كده تقليبه حمرها بس معاها، ريحتها تطلع. طبعا الملوخيه بتاعتي اهي، انا بس ايه كنت مهديه النار عليها، طشت بس تظبط معايا اللون وهوريكم الاثنين. انزلي كده بيها هتاكلي احلى ملوخيه. طبعا عادتنا الشهيره يعني عشان نجيب البهاريز بتاعه الثوم يعني، ومعايا الملوخيه لونها جميل وطعمها اجمل. ان شاء الله تدوقوها وتعجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله.